الأحداث المتسارعة على الساحة السياسية في الداخل وفي الخارج فرضت الكثير من المعطيات والكثير من الإجراءات، وخاصة تعرفين حضرتك اسم هذا الجانب الأمريكي هو حذر جدا من فصائل المقاومة، وينظر لها بعين يعني الريبة وعين الشكل، لأنهم يستخدمون المفاجأة في عملية ضرب المواقع الأمريكية وضرب الأهداف الصهيونية وخاصة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وبالتالي هو يريد اليوم على أقل تقدير أن لا يعني العراق يدخل طرفا في هذه أو في صراع مع الكيان الصهيوني أو مع الأهداف الأمريكية الموجودة خاصة على الحدود العراقية. تعرف هناك مواقع أمريكية على الحدود العراقية السورية الأردنية أيضا نتحدث بصراحة، ويعني تستطيع المقاومة أن تصل لهذه الأهداف وهذه المراكز بين فترة وأخرى، وبالتالي ستكون هناك خسائر كبيرة في الجانب الأمريكي، وكما حدث في الضربات السابقة عندما ضرب يعني موقع التنف في سوريا وفي هناك خسائر كبيرة للقوات الأمريكية. اليوم الجانب الأمريكي يبعث برسائل مؤثرة وقوية إلى الحكومة العراقية أن تضبط الفصائل المسلحة، وأن يعمل دولة رئيس الوزراء على أقل تقدير أن لا يسمح لها بأن تكون تستهدف المواقع الأمريكية. ولكن تعرفين الطرف الأكثر يحتاج إلى ضبط هو الجانب الأمريكي، أن لا يعمل على خرق كل الاتفاقيات مع الحكومة العراقية. تعرفين حضرتك ست ملاذ الحكومة العراقية دخلت في مفاوضات كبيرة ومهثرة مع الجانب الأمريكي، وبالتالي وصلوا إلى عملية هدنة مؤقتة، هدنة تعطي للدولة الوزراء الحرية في عملية اتخاذ القرارات السياسية المهمة للعراق، وأن لا يكون العراق ساحة لنزاع وصراع ما بين أمريكا وما بين إيران. يعني اليوم مستشار الأمن الوطني الأستاذ قاسم الأعرجي في إيران تحدث مع الحكومة الإيرانية ومع وزير الخارجية، قال بالعبارة الصريحة إحنا لا نسمح للعراق أن يكون ساحة لحرب ولتصفية حسابات على الأرض العراقية، لأنه هذا سيجعل من العراق طرفا في عملية الصراع. وبالتالي تعرفين حضرتك العراق اليوم في الجو لا يمتلك غطاء جوي كبير ومهم ومؤثر يحمي أجواءه ويبعد هذه يعني يستطيع أن يكشف الطائرات المعادية، وبالتالي العراق يحتاج إلى ضبط حدوده أكثر، أن لا يسمح للأطراف الأخرى أن تتسلل من العراق إلى أو تدخل من العراق إلى سوريا. هذه يحتاج اليوم إلى اتفاقيات وإلى عملية يعني صراحة ما بين كل الأطراف على ضبط الحدود، خاصة مع العراق سوريا وأمريكا وباقي الدول التي لها حدود مشتركة معنا.